السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين إلى الطبعة الأولى. البداية من إسبانيا وصحيفة سبورت التي أبرزت نجاح برشلونة في التعاقد مع المدافع البرتغالي سيميدو، وكتبت تحت عنوان اكتشف ميلسون سيميدو. أظهر سيميدو تطورا كبيرا في العامين الماضيين، ما دفع برشلونة للتعاقد معه لتقوية مركز الظهير الأيمن. ووصفت اليومية الكتالونية اللاعب بأنه شاب وسريع ويلعب دائما إلى الأمام، كما يمكن الاستفادة منه في مركز الظهير الأيسر أو خط الوسط، مشيرة إلى أن سيميدو المولود في لشبونة عام 93 لعب في الفئات العمرية لفريق بنفيكا قبل أن يخوض مع الفريق الأول أول مباراة رسمية في كأس السوبر البرتغالي، والتي خسر الفريق الأحمر أمام سبورتينغ لشبونة بهدف وحيد. إلى إيطاليا، حيث تناولت صحيفة لا ستامبا اقتراب ميلان من التعاقد مع مدافع يوفنتوس الدولي الإيطالي ليوناردو بونوتشي، وعنونت بونوتشي يترك يوفنتوس ويصبح على بعد خطوة من ميلان. الصحيفة أشارت إلى توصل المدافع بونوتشي لاتفاق مع روسونيري، حيث من الممكن أن يغادر مع الفريق في رحلته التحضيرية إلى الصين. وأوضحت اليومية الإيطالية أن المفاوضات تطورت بشكل سريع بناء على رغبة الدولي الإيطالي، مشيرة إلى ميلان عرض 30 مليون يورو إضافة إلى خمسة أخرى كحوافز، لكن يوفنتوس الذي لم يغلق الباب يطالب ب40 مليون. إلى إنجلترا، حيث نوهت صحيفة ميرور بالبداية القوية للمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكاسيت مع فريقه الجديد، وكتبت تحت عنوان لاكاسيت يفتح حسابه مع الجانورز ويساهم في فوز سهل لأرسنال في مستهل مبارياته الودية. حيث ترك المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكاسيت بصمته في أول مباراة له بخمس أرسنال بعدما سجل في شباك سيدني اف سي الأسترالي في المباراة التي فاز بها فريقه بهدفين ضمن التحضيرات للموسم الجديد. وأشارت الصحيفة إلى أن لاكاسيت الذي دخل كبديل تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعدما سبقه إلى ذلك المدافع الألماني ميرتساكر. إلى الأرجنتين، حيث أبرزت صحيفة لاناسيون خطوات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لتصحيح مسار اللعبة خاصة على صعيد منتخبات الفئات العمرية، وعنونت دورة جديدة لتجديد الشباب. وكتبت بعد تعيين خورخي سان باولي مدربا للمنتخب الأول، تم إسناد مهمة تدريب منتخب تحت 17 عاما للنجم السابق بابلو إيمار، في حين تم تعيين ديغو بلاسينتي مدربا لمنتخب أقل من 15 عاما، وأليخاندرو ساخيسي مدربا لمنتخب أقل من 13 عاما، في حين عين إرمس ديسيو منسقا عاما لهذه المنتخبات. ونقلت الصحيفة عن المدربين الجدد تأكيدهم على استعادة قيم الانتماء للمنتخب الأرجنتيني من أجل إعادة منتخبات الفئات السنية إلى سابقي وهجها بعد التراجع الكبير خلال السنوات الأخيرة. إلى صحيفة USA Today التي أبرزت تأهل فينوس ويليامز إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، وعنونت فينوس ويليامز إلى نهائي ويمبلدون التاسع بانتظار موغوروثا. اليومية الأمريكية نوهت باللاعب المخضرم التي تمكنت من بلوغ النهائي للمرة التاسعة في تاريخها بفوزها على البريطانية جوهانا كونتا بمجموعتين دون مقابل لتحقق الفوز 87 لها في البطولة. وأضافت صحيفة أن ويمبلدون لا تزال البطولة المفضلة لفينوس، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تحقيق لقبها السادس في إنجلترا والثامن في البطولات الأربعة الكبرى عندما تلاقي الإسبانية غاربيني موغوروثا، علما بأن آخر ألقابها في ويمبلدون كان عام 2008 وعلى حساب شقيقتها الصغرى سيرينا. ونتحول من الصحافة الأجنبية إلى أبرز ما جاء في عناوين الصحافة العربية، والبداية من صحيفة ديربي سبورت السودانية التي علقت على قرار الفيفا برفع الإيقاف عن الكرة السودانية، وعنونت متسائلة بعد رفع تجميد هل تنجح مساعي الاتحاد السوداني في عودة الأندية إفريقيا. وفي التفاصيل، يبذل الاتحاد
السوداني لكرة القدم برئاسة معتصم جعفر جهودا كبيرة من أجل عودة الفرق السودانية للمشاركة في البطولات الإفريقية لكرة القدم من جديد، والأمر يتعلق بالمريخ في دور الأبطال وهلال الأبيض في كأس الاتحاد. ورأت الصحيفة أنه وعلى الرغم من أن الأمل ضعيف في عودة الأندية السودانية للبطولات الإفريقية، إلا أن الجماهير تأمل موافقة الكاف على التماس الاتحاد السوداني وبرمجة مباريات الأندية السودانية من جديد، خاصة وأن هناك سابقة مشابهة في الكاميرون عام 2013. تعديل قرعة الدوري، الوحدات يبدأ بلقاء ذات رأس، والمنشية يواجه رمث عنوان، وطالعه في صحيفة الغد الأردنية. وفي التفاصيل، اتفق مندوب الأندية المحترفة على منح الوحدات رقم 6 والمنشية رقم 9 في تعديل لقرعة الدوري، وعليه سيبدأ الوحدات مشواره في المسابقة بلقاء ذات رأس، بينما يحل المنشية ضيفا على الرمثة. وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل الوضع الجديد، فإن المباريات الكلاسيكية المنتظرة تشير إلى أن ديربي الكرة الأردنية سيقام في الجولة الثالثة بين الفيصلي والوحدات، بينما يحل الفيصلي ضيفا على الجزيرة في الجولة الثانية، ويستضيف الوحدات نظيره والجزيرة في الجولة الأخيرة.